الهاجري معدل؟ لا العتيبي. من عم الله انت ما شاء الله مثلي ناقد وتسوي فيديوهات حلوه بالواتساب. جزاك الله خير. وتنصح وتوجه. الحمد لله. هل انت نجحت بانتخابات ولا انا مشطوب من القيود الانتخابيه بسبب قضيه المسيء؟ لا ان شاء الله الحين بيشوف. بس اخر مره طلعت 11 ولا 12؟ يا رب ان شاء الله 16. ان شاء الله المرات الجايه ان شاء الله. بسالك انت نقدك ينطلق من وين استاذ؟ والله شوف انا نقدي ينطلق من الانسان يقدر يصلح باي مكان. صح. فممكن انك يعني الاصلاح والعمل السياسي مو مناط فيه فقط مجلس الامه. اي والله اي مواطن كويتي يقدر يمارس النقد البناء ويطرح المشكله مع الحل، وهذا اللي يخلي الامور هذه تنتشر. يعني الحين الموضوع الساعه ان المواطنين متضايقين، يبون قرارات تشجيعيه وشعبيه، والحكومه مسمى يعني ها مسمى خايفين من الحل، والحكومه تقول يعني تسهيل. ما في ما اشوف فيها التسهيل. ما اشوف هو يبقى ان اي انجاز يجب ان يكون اساس التعاون بين السلطتين. صح. فاحنا تونا بدايه المجلس، خلينا نعطيهم فرصه وان شاء الله القادم اجمل. اي والله مجموعه. انت اخر موضوع تناولته كنا الاسعار. والله الموضوع واجد بس ما الاسعار ليش غاليه عندنا؟ هو طبعا لانه ما في رقابه. يعني اي طبعا ما في رقابه من وزاره التجاره، والتاجر للاسف بالكويت وليس الكل، يعني بعض التجار جشعين امانه، فامام عدم رقابه. بس القوا الوكاله طال عمرك الوكالات؟ الى الان لم تلغى الوكاله. يعني وزيره الاشغال بحركه شجاعه الغت الوكاله في موضوع قصد صيانه الطرق، وهذه حركه نشد على ايدها ونتمنى ان الحكومه نايف العتيبي بخصوص. والنعم الله احنا درسنا مع الإمام الشرعي الوالد سيد يوسف رفاعي بالمنقف. اي نعم. بالسبعين. نعم نعم. اي والله. بسألك صمت طال عمرك، بسألك انت ودك لو الحين يقول لك اول قرار للشعب الكويتي شنو هو؟ طبعا الشعب الكويتي يحتاج كثير من الامور، يحتاج طرق، صيانه الطرق، يحتاج صحه مميزه، يحتاج تعليم، اصلاح التعليم، يحتاج اصلاح التركيبه السكانيه. الاجانب الان 3 أضعاف المواطنين الكويتيين. بس خلي الكويتيين بعضهم طال عمرك متضايقين، يعني قوت يومهم مو مثل الاول. لا شوف احنا بالاخير حتى البدون متضايقين شوي. ما هو بالنسبه للاجانب اللي عنده وظيفه راح يقدر يعيش منها، لكن اللي جاي طاق اقامه ودافع فلوس هذا ما راح يقدر. لا بس بعضهم طال عمرك في المستوصفات والمستشفيات زادوا التسعيره الحكومه الموقره. قصدك الخاصه؟ لا حتى العامه، يعني لازم 10 داني لما بيعالج بعضهم ما يقدر يوفر 10 داني. هو طبعا يفترض الان ان مستشفيات الضمان الصحي اللي منشاه من فلوس المقيمين. اي وينها كلها تاجل؟ المفروض انها تنشا وبسرعه، لان في مبانيها جاهزه الان، المفروض ينشؤونها ويخلون الاجانب يروحون حق هالمستشفيات والمواطنين الكويتيين يعالجون. والبدون بعد اخواننا متضايقين. يفترض ان توفر الرعايه الصحيه للجميع. قال والد سيد يوسف رفاعي كلها بالمنصوريه لا يوم كل شهر يساعدهم ويحن عليهم. لا شوف الصحه والتعليم هذا شيء انساني. صح. يوفر للجميع باسعار رمزيه حتى ان نرعاهم، لكن يفترض ما يحضر الكويت اجنبي الا عنده وظيفه وتكون الديره محتاجه له، مو عمله هامشيه.